السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنخش المطبخ حبايبي، نعمل خرشوف وبطاطس والرز زي ما انتم شايفين بالشعرية كده، ما شاء الله حبايب اكل حبايب قلبي، اكلة من الاكلات الجميلة جدا جدا. طبعا الخرشوف معرفش اذا كان نزل في السوق ولا لا، انا كان موجود عندي في الفريزر، بس بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي حاجة كده تحفة 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 بالامانة. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا اللايك حبايبي، وتصلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهارده حبايب قلبي جايين هنعمل ايه؟ هنعمل بطاطس محشيه حبايبي. طبعا انا قمرتها ماشي وغسلتها زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي كده، انا اللي مقوراها كده، ربنا يحسن ما بين ايدينا. شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله ماشي. ونقعتها في ميه زي ما انتم شايفين، وضربت الطماطم في الخلاط، وانا كنت هعمل بطاطس محشيه بس بصراحه حبايبي، وبعدين دورت في دعبست في الثلاجه فلقيت عندي ثلاث خرشوفات او اربع خرشوفات، قلت يلا زي بعض نعملهم جنب يبقى صينيه واحده ان شاء الله باذن الله. ومعايا اللحمه المفرومه ومعايا البصل ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي. هنبدا نشتغل، هحمر البطاطس. انا بحمرها حبايب قلبي بيبقى طعمها مختلف خالص غير انك تحطيها نيه، النيه طعم والمتحمره بس المتحمره بيبقى طعمها جميل جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم. الفيديو عجبكم يا حبايبي حطوا لي لايك، فعلوا زر الجرس، اعملوا مشاركه لي عشان خاطر القناه تكبر بيا وبيكم، اشتركوا في القناه حبايبي عشان القناه تكبر بيا وبيكم. ما تحرمش منكم من على دماغي من فوق، اخواتي اللي معايا من الاول واخواتي اللي دخلوا القناه جديد، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويجعلنا سند لبعض وظهر بعض دايما، ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين، يجعلها ايام سعد وهنا وفرح يا رب علينا وعلى المسلمين اجمعين، ويفك كرب اخواتنا في غزه وفلسطين ويحميهم من كل شر يا رب العالمين. ادعوا لهم دعوه في زهر غيبي حبايبي، ربنا يصلح حالهم وحالنا ان شاء الله باذن الله حبايبي. هبدا مع بعض ان نحمر البطاطس، هتبقوا معايا خليكم معايا. بصوا حبايبي كده رشيت عليها ملح، شطفتها من الميه ورشيت عليها ملح تمام. على فكره انا بصور لكم والنور مقطوع بس ما عندناش مشكله، مش هنقف على حاجه ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم يا حبايبي، خليكم معايا يا حبايبي ان شاء الله لما اطلع البطاطس هوريها لكم، خليكم معايا. بس حبايبي كده البطاطس اتحمرت زي ما انتم شايفين كده، بنطلعها بقى ونكمل بقيه تحميل الايه البطاطس اللي هي هتتحشى تمام كده حبايبي. ديت ايه اللي هتتحط في الارضيه بتاعت الصينيه زي ما انتم شايفين كده. اخلص بس حبايبي وارجع معاكم تاني، خليكم معايا. بس حبايبي كده جينا حطيت البطاطس بقى اللي هي هتتحشى بتتحمر كده حبايبي ان شاء الله باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، وسوف سامحوني لو الاضاءه مش قد كده، بقول لكم بصور والنور مقطوع، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، خليكم معايا يا حبايبي. بس حبايبي كده كده انا طلعت اتنين اهم اتحمر تمام كده، واجي الباقيين معانا في الزيت ان شاء الله باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، تحمروا بس الجنب التاني كده زي ما انتم شايفين. شايفين يا حبايبي بتبقى كده، طبعا ما تخش النار، خليكم معايا. بص حبايبي كده احنا خلصنا حمرنا البطاطس زي ما احنا اتفقنا، هنعمل بقى العصاب زي ما انتم شايفين يا حبايبي. شايفين تحميل البطاطس عامل ازاي ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله وبارك. هنخرط بقى البصل يا حبايبي ونحمر ان شاء الله البصل ونعمل العصاب، وبعد كده نرجع مع بعض تاني نشوف احنا هنعمل ايه. يا رب حبايب قلبي الفيديو بتاعي يعجبكم وينول اعجابكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. حطوا لي اللايك حبايبي، حطوا لي اللايك وصلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بذكر الله يا حبايبي تطمئن القلوب، ربنا يجعلنا مطمئنين دايما ان شاء الله ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين ماشي. خليكم معايا يا حبايبي. بس حبايبي كده رفعت البصل على النار مجرد بس ان شاء الله اول ما تصفر حبايب قلبي هنحط عليها اللحمه المفرومه عشان نعصبها حبايبي. احنا متعرفين معايا ان انا مش بحب احمر البصله قوي واحرقها،
انتوا عارفين كده معايا يا حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله اما احمرها بس واخلصها حبايبي هوريها لكم، خليكم معايا. بس حبايبي كده البصلايه دبلت معايا تمام. هننزل بقى باللحمه المفرومه كده حبايبي كده، نقلب بقى كده عشان يحصل ما بين ايدينا وايديكم. انتوا حالي حالكم، انا ما بحطش حبايب قلبي ملح دلوقتي خالص، كل اللي بحطه في الفلاطين. كده عشان ايه اللحمة لما بحط لها حتى المفرومة لما بحط لها الملح ما بتستويش كويس. لا احنا بقى انا بحط الملح في الاخر خالص بعد ما نحس ان هي استوت بحط لها الملح، انما الفلفل الاسمر بحط في الاول وبحط تاني دلوقتي لما بنزل اللحمه تشم يبقى ريحه اللحمه المفرومه حبايب قلبي وهي بتتعمل. بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. خليكم معايا حبايبي لما انزلها من على النار ان شاء الله وابدا احشي البطاطس والخرشوف هتبقوا معايا واحده واحده، خليكم معايا. بص حبايبي طبعا انا ايه حشيت زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر تمام يا حبايب قلبي. حطيت بقى مكان اللي ما كنت معصبه، حطيت الصلصه، حطيت لها فلفل اسمر، حطيت ملح تمام يا حبايب قلبي كده. ونسمي الله بقى ونفضي كده عليها حبايبي على كل واحده كده، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. يا رب ان شاء الله حبايبي الفيديو يعجبكم ونقول اعجابكم ان شاء الله. بص حبايبي كده ان شاء الله باذن الله انا بدي الحاجه غلوه على النار الاول وبعد كده بدخلها الفرن، بس طبعا كده كده مش هقدر ادخلها الفرن غير لما النور يجي ان شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. كده حبايبي ان شاء الله باذن الله لما تطلع من الفرن حبايبي هبقى معاكم واحده واحده، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. شايفين شكل الصينيه يا حبايبي عامل ازاي، يفتح النفس حقيقي والله يا حبايبي. يا سلام كمان لو شميتوا ريحتها حبايبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. كده ان شاء الله باذن الله هرفعها على النار حبايبي تستوى، وبعد كده ان شاء الله ادخلها الفرن تاخد وش تحمير بقى ونعمله رز ان شاء الله ونتغدوا ان شاء الله باذن الله. تفضلوا معايا، ربنا يبارك فيكم اخواتي وحبايبي ما تحرمش منكم ان شاء الله باذن الله حبايبي. بس لما اجي ادخلها الفرن هوريها لكم، خليكم معايا. حبايب قلبي صينيه البطاطس بالخرشوف طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر، ربنا ان شاء الله يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتطلع معاكم احسن من ما عملت. ان شاء الله باذن الله تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.